في لحم كلاب، في لحم حمير. ده اللي انت اللي تاكلها. لا عندنا انا بشوف حضرتك محتاجه انهي قسم في الاقسام دي. لا جاموسي مش موجود، السوق شح، وانا عايز اجيب لكم حته قطعيه نظيفه. فشوف انت محتاجه ايه من اللحمه اللي موجوده دي. يعني احنا عايزين في لحم تيران ده لسه نازل جديد، تلاقي اللحمه كده فيها قرن صغير كده، فاهم؟ ده انت اللي تاكل شحمه. فانا يا فندم مشاكلك في الحق. مساء النور يا فندم، اتفضلي يا فندم. لو سمحت عايزه كيلو لحمه كلابي وعايزه عظمه حمار عشان الشربه بس، معلش. عينيا كيلو لحمه كلابي؟ طبعا حضرتك عايزه معرفش. لا ده همشيها بس. ايه يا استاذه بس، الله يبارك لك، انت بتقطع القلب. يا دي زبونه مكان، دي زبونه. طب همشوا نفسكم دي يا جماعه. يا استاذه الله يبارك لك، عايزه ابيع بس. ده ما مش هنقعد نهزر، عايزه اللحمه الكلاب بليسي ولا كلب هاسكي ولا كلب بيتبول صغير؟ هاسكي ودانه واقفه 11 ولا ودانه نايمه 8؟ تمام يا استاذه، حالا مش عينيا يا استاذه. عينيا يا استاذه، اتفضلي يا استاذه. اتفضلي يا استاذه. تمام، اتفضلي يا استاذ. دي بصي عظمه حمار، دي الركبه اللي قدام. تمام، اتفضلي يا استاذ. لا ده انت عبي في حجرك على طول كده. تمام ماشي، نورتينا يا فندم، نورت الدنيا كلها. ابعتي لي بس فلوس فودافون كاش. هي الاستاذه بتاكل لحم حمير على طول. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امرني يا فندم. عايز ب 100 جنيه اللحمه السيامي. سيامي؟ تكون لسه مدبوحه. جرو صغير ولا عايز حاجه؟ ب 50 ثانيه واحده. ايوه امرني يا فندم. وب 50 نورنا يا فندم. عايزها بقى منين؟ من ناحيه القرموشه بتاعت الودن. واقفه 11؟ واقفه 11. انت كده معاك 100 سيامي. تمام. طب ال 100 السيامي جاهزه يا فندم؟ حبيبي ربنا يخليك. تمام حبيبي يا فندم. بس ايه في خلقه؟ تمام. عايز ب 50. طب ليه خلق عمي في التيشيرت على طول يا فندم؟ خلاص ماشي. عايز الكلب. يا استاذ الله يبارك لك، ما كلميش زبون في المكان هنا. لا الاستاذ عايز لحمه سيد قشطه. سيد؟ طب تمام. سيد قشطه الله يرضى عليك. تمام. عشان انت اخسرك فيها. تمام انت عايزها والله. انت حضرتك انت دلوقتي عايز اللحمه دي سيامي. تمام سيامي. خلي بالك منها بس، اديها بالليل. لا انا كده رايح فود. تمام ماشي. تمام ماشي. تمام. عايز اللحم الثاني كلب. يكون ده واقف 11. واقف حبيبي يا فندم. نورتنا يا غالي، نورتنا يا غالي. كل ده احنا عندنا بركه في اللحمه. تمام خلي بالك بس الكلب يعض القطه. لا ما تخافش، خلي القطه من تحت. بقول لك ايه، عندك حاجه للفران؟ تمام عايز حاجه يعني لحم فران. في عندنا عكاوي فران. عندك عرز مفروم؟ في عرز مفروم بقى. عايز عرز ركزي مع الجزار، مش معايا عشان ما اعملهاش. ايه العرب ده؟ احنا داخلين نشتري لحمه ولا نشتري؟ ثواني يا استاذه، يا استاذه انا بتكلم مع يا جماعه. انتوا عايزين اكل، عايزين لحمه ولا جايين تجيبوا؟ ب 5 جنيه مفروم. سيد قشطه بيتذبح دلوقتي خلاص، بيتلف. ما هي اللحمه هي لحمه سيد قشطه، هتلاقيها كويسه بتتذبح. امال يا فندم انت جبت سيد سيد قشطه؟ لا ده انا بقول لها بس اللي احنا شفينا. ما انا قلت لها عايزه لحمه ثور. ما فيش. طيب ما هي ما فيش. ربنا ادانا طردهم بره. ده دول زباين والله العظيم. ما تجيبش سيد سيد قشطه. انت عايزه خراتيت؟ طيب اجيب لك لحم خراتيت. انا همشي اخر الشهر. تمام غرتيت صغير. طب تمام ماشي. احنا في نسناس صغار بتذبح جوه، هنفرمه لك. ده انتوا جبتوا لنا الفار، جبتوا لنا الفار. ده انتوا زبائن غريبه صحيح. والله العظيم انا بعمل معاكم مقلب، بهزر والله. كل اللي انت عملته ده كله بعد كده في الاخر تقول ده مقلب؟ والله العظيم انا اسف جدا ليك. مفيش اي حاجه هنا بتتباع لا كلابي ولا عرس ولا بقى. هو في محل بيبيع حمير يعني؟ انتوا زي اخواتي وانا بهزر معاكم شاطر. لو بصينا هناك كده في الركن اللي هناك هنلاقي فيه كاميرا، كل ده بيتصور. بس استاذنكم في حاجه بسيطه يعني، طلب اخوي. ممكن احنا نذيع المشهد ده؟ طب ندي اوكي ونقول ذيع. ذيع. السلام عليكم. عليكم الصحه والبركه. مساء الجبن حبيبي، مساء الدين حبيبي، مساء السمين حبيبي. انت داخل من عند جزار بسمي لك بقى، انت فاهمني اللي بقطع جزار بقى وكده. يلا مرني حبيبي. كيلو ايه؟ كيلو لحم. لحمه ايه بالظبط؟ بتلو. تمام مفيش مشكله. بتلو ثانيه بس عشان الفلوس بس بتطير اليومين دولت من عندي، دولت حقاتي انت فاهم؟ كتير يعني ايه؟ كتير يعني زباين بتسرقها؟ لا بقى كتير بقى من انت فاهم طيار الطيف والهواء والكلام دوت. حبيبي ربنا يخليك. يعني الكيلو 420. 420 كيلو. تمام ماشي ماشي. لا الحساب قبل ما اشتغل، قبل ما اصل في زباين معلش انا اسف الكلمه بعد ما اقطع مش عارف. لا 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 وياخدوا بعضهم ويمشي فاهم، مش تقطيع الفضل. لا 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 الاثنين ليك، لا الاثنين ليك فلوس ترجع عادي. تمام ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. لحمه ايه؟ لحمه. صلى على النبي.
في مثلا عارفه من زمان اتقل تتكيف، تستعجل تتليف. انت كده انت تخليني على كروتك بمعنى صح. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ليا تجيب لي منها؟ لا مش مش فاكر كان المعلم قايل لي فين ليا. اصبر يا بسم الله الرحمن الرحيم. لحم حي، لحم حي. بص لحد دلوقتي تمام، دي نص كيلو حلو. دي بتاعت حد يعني ولا بتاعت مين؟ 700 ماشي. اتقل بقى، اتفرج على النزاهه اللي جايه عليا، نعمل اللي جايه نزاهه. دي فيها حته قرقوشه. مش هنا بقول لك لا، انا مش عارف. ايوه ايوه ما انا عارف انت، انا عارف طلبك، انا عارف طلبك. الله يرضى عليك ما تستعجل، اصبر. وحته لحمه عليها، حته لحمه اهي، بقول لك 130 جرام. انا عايز كيلو لحمه يا عم بألف هنا، وانا مالي بقى تاكلها ولا يعني تصورها ستوري؟ انا مالي. بقول لك ايه، شيلها على كتفك وانت ماشي. يعني شيلها كده، شيلها على كده على كتفك وانت ماشي. يلا مبارك عليكم يا غالي. فلوس ايه؟ فلوس ايه اللي انت عايزها؟ كيلو لحمه حمرا. دي 5 شهور هتبقى لحمه كلها. 5 شهور؟ 5 شهور كمرها انت بس، اهم حاجه دفيها. والله اسمع مني، 5 شهور مبارك عليك والله. انا بقول لك انت كلها يا عم، يا عم دهني ايه؟ انا ارميها يعني، حرام على حرام يا عم. انت عايز لحمه من دي؟ انت عايز لحمه من دي؟ لحمه زي الناس. شايفها؟ لا شايفها اهي اهي والله اهي. لا لا شايفها؟ يلا يا عم قصايا، وصايا يلا. وشيل دي على كتفك، وشيل دي على كتفك وانت ماشي كده، خليك كام. انا عايز كيلو لحمه، بقول لك انت اللي انت مديهولي يا عم. طب عندي ليك حاجه حلوه، ثانيه واحده. زي ما انت واقف والله انت مرزه. خد خد تعالى، بقول لك انا كل ده بهزر معاك والله. حقك عليا. لا انا قيصري مش طبيعي. حقك عليا، سلم عليا والله بهزر معاك. عندك اي مشكله ان احنا نذيع؟ لا تمام، قول ذيع.